بمعنويات مرتفعة ودعم أعضاء المكتبة الجامعية وبعض أفراد الجالية المغربية خاض أسود كرة اليد الوطنية حصة تدريبية تأهبا لمباراة الجزائر الحاسمة. الناخب الوطني ركز بمعية قائد سفينة كرة اليد على الجانب النفسي والدعم المعنوي لتأهيل المجموعة للقاء الجزائر الحاسم. الجزائر فريق اللي عنده تاريخ، ولكن هذا لا يمنع بأن المنتخب الوطني الحمد لله في الدورة أبان على مستوى جيد، خصوصا اللي زكاته الفوز في المقابلة خصوصا الفوز على منتخب الكونغو برازافيل، والحمد لله الفريق يحتل الرتبة الأولى. الآن عندنا لا خيار لنا إلا إن شاء الله نتعاملوا بكل جدية في هذه المقابلة. كيف شفتوا الحمد لله كل حضر اللاعبين متحمسين باش أنهم يخوضوا مقابلة قوية إن شاء الله، واللي كان أكثر تركيزا وأكثر طريقة في هذه المقابلة وتعامل معها بحنكة وتجربة غادي يفوز. نتمنى الفوز للفريق الوطني المغربي لأن احتلال الرتبة الأولى غادي نكون ضمن غادي نكون قطعنا خطوة كبيرة وكبيرة نحو التأهل لبطولة العالم. مباراة صعبة لأن مباراة سي ان ديربي ما بين المغرب والجزائر، مباراة عندها طابع في شكل. المهم حنايا مجهزين من الناحية البدنية والتقنية والتكتيكية، ولكن الأهم في هذه المباراة هو العامل النفساني، فكنظن أننا لازمنا ما نعطيوش المباراة القيمة أكثر من اللي تستحق. هي مباراة ديال كرة اليد، لازمنا نكونوا محتاطين. درسنا فريق الجزائر البارح في المباراة ديالو ضد فريق الكونغو، ولكن المعطيات كلها غتكون في المباراه، لان كل التوقعات اللي الواحد يقول يمكن السيناريو نلعبوا حنا بهذه الطريقه وما بهذه الطريقه، ولكن الفريق اللي غيكون من ضابط، اللي غيكون كالم في الملعب، اللي غيكون قايم باقل عدد الاخطاء هو اللي غيقدر يفوز المباراه. فكنظن لازمنا ما نكونوش ترو بريسي، ما نكونوش منرفزين، لازم نكونوا هادئين باش نعرفوا نجريوا المباراه. غدا عندنا مقابله شيقه ومقابله مصيريه بالنسبه للبريمير تور، باسكو لا كومبيتيسيون مازال طويله. مقابله ضد المنتخب الجزائري ما تكونش بالسهل، باسكو حنا اوني لي دو برومي، حنا فيتينو في الكولا فيراج. المنتخب الجزائري تعرف عنده لاعبين متمرسين، عندهم ايقاعات، الله جاهم من بطوله من النرويج. حنا المهم عندنا هو اون فا تو دوني ان شاء الله في هذه المقابله، ولكن انتيليجامون لحقاش ما خصنيش ننسى الجميع بان لوبجيكتيف الاول والاخير هو نمشيو لكاس العالم. يعني خصنا نجريو هذه المقابله بالعقل انتيليجامون، ولكن المهم هو الدوزيام تور اللي باقي لينا. المقابله ديال الجزائر غادي ناخذوها بجميع اللاعبين ان شاء الله، غادي نحاولوا نجريوها. وجدنا دي سيناريو المقابله، نتمنى نتوفقوا فيها باش ترجع الكره ديال السكه الصحيحه ديالها، ولما لا باش الدوزيام تور، حيت الا ربحنا الماتش ديال الجزائر اون فا ايفيتي لي غرون مورسو في الدوزيام تور، وهذا هو لوبجيكتيف ان شاء الله. سواعد كره اليد واعيه كل الوعي بحجم انتظارات المغاربه من مباراه المنتخب الجزائري التي عاده ما تتسم بالنديه والصلابه، لا سيما ان لقاء الاحد ياتي في ظرفيه خاصه بحكم الرياده المشتركه للمجموعه، وهي فرصه لفضها. الماتش غيكون صعيب، صعيب بزاف. حنا كنبريباريو دابا، درنا فيزيوناج عليهم، ان شاء الله الدراري يكونوا كلشي في نهارو باش نربحوا هذا الماتش، حيت اوبليجي خصنا نربحوا باش نكونوا ان شاء الله نضمنوا واحد 80% كاليفيكاسيون كوب دي موند. وكيف كتعرف المباراه ديال مع الجزائر تيكون عندها واحد الطابع خاص، وان شاء الله حنا راه دابا وجدنا وكاع الدراري اون فورم الحمد لله، وعازمين باش نحققوا الانتصار، وهذا الشيء اللي كاين. الماتش ديال دوما هو سان ماتش سوبر امبورطون، يا بوكو دونجو سور سو ماتش، نو سولمون سور سيت بول اي اوسي سور لا سويت دو لا كومبيتيسيون. On sait que si on gagne ce match, ce sera un grand pas vers la demi-finale. Donc on espère qu'on va faire un grand match et que les supporters seront là pour nous encourager et que le Maroc sera derrière nous. وماذا بعد قطع أسود اليد الوطنية شوطا أولا بحجز التأهل في انتظار نيل العلم الكاملة وهزم المنتخب الجزائري لضمان عبور آمن بنسبة كبيرة بالديار المصرية لرسم ألمعية جديدة بمحطة كأس العالم بأرض الكنانة.